طيب تعالوا بقى نروح نكمل أخبارنا وأهم الأخبار الرياضية في الصحف والمواقع المصرية والعربية والعالمية مع زميلة العزيزة مريم سميح من داخل جريدة اليوم السابع. مريم صباح الخير عليك. بصبح عليك يا كريم، بصبح عليك يا نهواند، وبصبح على كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. طبعا يوم جديد، جولة صحفية جديدة من مقر جريدة اليوم السابع. النهاردة أغلب الصحف طبعا تناولت، وأغلب الصحف المحلية على وجه التحديد، أنه النهاردة هيكون بداية موسم جديد للنادي الأهلي، اللي بصراحة قدم موسم ماضي أكثر من رائع واستطاع أنه هو يحقق فيه ثلاثية. ولكن النهاردة طبعا الأغلب العناوين تناولت أنه النهاردة هيكون بداية موسم قوي أيضا للنادي الأهلي أمام مصر المقاصة. من موقع سوبر كورة، الأهلي يبدأ حملته للدفاع عن لقب الدوري اليوم أمام مصر المقاصة. ويعني تناول التقرير أنه النهاردة بيستهل فريق الأهلي بداية مشوار جديد مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 7:30 على استاد الأهلي والسلام أمام نادي مصر المقاصة. وكمان قال التقرير أنه ده هيكون ضمن منافسات الجولة الأولى من النسخة 62، واللي حقق منها الأهلي 42 بطولة، وده طبعا رقم قياسي كبير. كمان قال أنه بيدخل المارد الأحمر النهاردة مباراة الليلة متسلحا بثلاثية بعد ما حقق طبعا الدوري 42 وكمان كأس مصر وكمان دوري أبطال إفريقيا. كمان من موقع يلا كورة، الأهلي بيبدأ حملة الحفاظ على لقب الدوري من حيث احتفل بال42. تناول طبعا يعني التقرير أنه النهاردة الأهلي يعني بيعيش فترة سعيدة جدا، وداخل النهاردة مباراة اليوم يعني معنويات مرتفعة جدا، سواء على مستوى الجهاز الفني وكمان على مستوى اللعيبة. وكمان تناول التقرير أنه المباراة الأولى أو الأخيرة عفوا اللي جمعت ما بين الأهلي ومصر المقاصة، يعني نفذ فيها مصر المقاصة ممر شرفي للاحتفال بالنادي الأهلي بعد حصوله على الدوري في نسخته ال42. كمان من بوابة أخبار اليوم، الليلة الأهلي بيبدأ رحلة الدفاع عن اللقب أمام المقاصة. يعني كان في عناوين فرعية لهذا التقرير، أنه موسيماني جاهز بكل الحلول وإيهاب جلال بيتحدى البطل. كمان قال التقرير من بوابة أخبار اليوم أنه نسخة جديدة من البطولة المفضلة للمارد الأحمر، ولكن مباراة الليلة بتقطع كل أجواء الاحتفال طبعا اللي كانت مستمرة على مدار الأيام الماضية، وكمان هتقطع أجواء يعني الأفراح ولال الملاح، وهيبقى في موسم لازم الأهلي يركز فيه بكل ما عنده علشان يحصد اللقب 43.